بات على المصريين أن يهيئوا أنفسهم لسنوات أخرى من ندرة الطاقة، فالحكومة أكدت صراحة أن حل أزمة انقطاع الكهرباء سيستغرق 4 سنوات في ظل عجز الدولة عن توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة التي يبلغ عددها 54 محطة تحتاج لنحو 125 مليون متر مكعب من الوقود يومياً. وزارة البترول عندها منتج من الغاز بتدي الكهرباء نسبة منه، لكن لازم توفر للبيوت الكتيرة اللي دخلها غاز، لازم توفر للقطاع الصناعي، فعندها متطلبات لجهات أخرى. عشان كده بعض المحطات مصممة للعمل بالغاز، واضطرارا وفي ظل محدودية الموارد بنضطر نشغلها بالمازوت. التوسع في استخدام الطاقة الشمسية سيكون على رأس أولويات الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة كأحد الحلول العاجلة في مواجهة أزمة باتت تؤرق الحكومة مع اتساع نطاق الغضب الشعبي من جراء تفاقمها. النور بيقطع كل يوم 7-8 ساعات، ممكن كل ساعة لربع يقطع، ساعة يقطع، فكررت الحكاية، الناس تعبت. في النظام القديم قلنا الكهرباء بتتهرب وكهرباء بتطلع وكهرباء فيها مشاكل، وكنا بنصدق الكلام ده ان الكهرباء دي بتروح اماكن معينه. احنا دخلنا في نظام جديد، المفروض المشكله دي تتحل. مع حاله التذمر هذه، شكلت أزمة انقطاع الكهرباء المتكرر مادة خصبة لموجة من السخرية اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي. في ظل تفاقم أزمة الطاقة، لا خيار لدى المصريين سوى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، هكذا تؤكد الحكومة، لكن هذا الخيار يصطدم بمشكلة التمويل التي تمثل تحدياً أمام جميع مشروعات التنمية في مصر. أحمد مهران، سكاي نيوز عربية، القاهرة.